إطار فارغ يحمل صورته، أقسم أنه ليس أرنبا، وهو يصعد الرصيف في موعده تماما بجزرة مكان حنجرته دون أن يلتفت أحد إلى ثمرة طماطم في منتصف وجهه. وحدها بائعة الخضروات العجوز، فكرت في استغلاله للدعاية وأعادة النداء على بضاعتها. الأمر كان متوقعا، وقميصه يقذف أزراره بعيدا، ويداه تتجولان على الرصيف المقابل، وكانت صفارة القطار تكرر النشيد الوطني بطريقة سخيفة لا يعرف متى أدرك أنه ليس شجرة، وعرف طبيعة الطيور المتحلقة حوله، وذهب لعلاج رأسه من إصابات تركت ندوبا تكبر كلما ذهب إلى عمله وتزداد مع الوقت. والشمس تتقافز أمامه وهو يحاول إجراء مبادلات بين مكاني عينيه. لم تستقر صورته الأخيرة في ذهنه، واختار بروازا مناسبا لها وعلامة سوداء في جانبها الأيسر، وغادر دون أن يحدد مكانا يذهب إليه. من علم الصغار البراءة؟ انكشف كل شيء في لحظة، وأمسك الحارس دميان بجريمته الكبيرة. تذكروا جيدا تلك التفاحة باستدارتها، لقد تذوقتها كثيرا، وأدرك أن قطعان الشجر تهرب من محصل القطارات، والقطط تمارس شرورها بكفاءة، والقاهرة لا تعمل في كواء الرؤوس فقط. سأحدثكم من الجانب الآخر للنهر، وأنا أعد ثمرة دوم وأقذف أسناني في الهواء، ولأسباب لا علاقة لها بالثورة أخرج بمفردي في تظاهرة واجه خلالها ظلالي الكثيفة تحت الأضواء الكاشفة، مستهينا بشيخ كفيف ونسوة كسيحات، وأنا أضحك من مؤخرة عارية ستكبر مع الوقت وتغدو صاحبتها نجمة. شاهدوا مسلسلها الأخير عبر اليوتيوب، والحقيقة أنها لم تكن صديقتي على الفيسبوك، ولم يصور موديلياني صدرها عاريا وحوله أعواد نعناع. لقد تركت التظاهرة هذه اللحظة، ورغبتي في إسقاط الأنظمة صرخة أجرب خلالها حنجرتي قبل الدخول في مسابقة للغناء، واختيار قلبي بيقول لي كلام، والجميع لا يصدق كلمتي. أنا حي بن يقظان، أنا سعيد مهران، أنا عاشور الناجي. لا، لست ناجيا، ساقي اليسرى تعرقلني، سأبحث عن هاتف طبيب. قال ساقك يمكن أن يصبح كلاهما يمنى. فكرة جيدة للتخلص من فساد اليسار، وفرصة لأكون طيبا لمرة وحيدة. مشرد لا أكثر. لماذا يفكر في مصير شجرة ويسأل عن فائدة الجسور ويختبر الأرصفة؟ كمشرد مثالي
يروض تمثالا عن منصته ويقدم صورته إلى جدارية من الجرافيك، ولا يثق في قنبلة غاز سقطت في جيب قميصه أو رصاصة انطلقت مرتين رهانته تالفة إهانته تالفة والثورة تحتاج خبرة لا يملكها.